تعرفها انه اذا انت ما كنت متصل مع البورد بيطلع لك رساله فوق، شايف في فوق ابيض هسه بالذات طول الفتره بيطلع لك رساله انه ما كونكتد ناو بضلها طالعه على طول. انا مش مشكله انه انا متصل ولا لا، انا بعمليه التعديل هل بيفرق علي انكم لا لا اقدر على الكمبيوتر القلم الثاني الموجود عندي لاحظوا هون في عندي ثلاث قلام انا كنا نستخدم حلهم مرتين اللي هو بدل القلم الفلوماستر. الانتليجنت بين الموجود هون هذا الانتليجنت بين قلم ذكي بنستخدمه في الرياضيات العاده مثلا رسمنا دائره بشكل تقريبي لاحظوا هو راح يعدل لي اياها مضبوطه 100%. اوكي القلم الذكي برضه فيه اتصال على عملت اكس على اي شيء بعرف انه ما بدي اياه فبيعدل لي اياه. تبغى كيف الاكس بعمل هيك ارفع ايده بعدين بعمل هيك بالضبط الاكس لازم يكون متصل يعني الاكس يكون مضبوط يعني يعني عمل اكس زي هيك ما بيصير هيك اكثر لازم الاكس يكون هيك يكون مضبوط فبيحذف اللي تحتي. طب بدي احدد شيء محدد يعني مثلا رسمت دائره بعدين رسمت شيء اخر الاكس اللي كانت موصوله لما عملت الاكس المفصوله شفطت التنين طب انا بس بدي اشطب اخر حاجه ارسم اكثر من شكل امسح واحد يعني مثلا عندي دائره اكثر من شكل مثلث ايوه مثلث مثلا مثلث جبهه مثلا اوكي بدي احذف الدائره بحط الاكس على الدائره بدي احذف المثلث هلا انت داخل الرسمتين عندك موضوع. اذا كانوا فوق بعض مثلا زي انا كمعلمه مثلا واخطات في تحديد الشيء اللي بدي اياه مثلا كان زي نعم بدك تحذف المثلث. هلا في طرق ثانيه للنحت، هلا الاكس ما بيكونش تحتي. بامكاني انا بسحبها، التراش كانت تحت على اليمين. انتهى. او نعمل اندو، في برجع بكبس عليه، المنيو اللي فوق فيها برضه ديليت. يعني هي في عده طرق للنحت، بس الاكس في حال كان عندي لسه على الرجل. انتليجنت بس لحظه القلم الذكي هناك ايش بعمل تراجع؟ لو حطيت مثلا اندو، راجع المثلث. خلص. يعني اندو عادي اندو عادي اخر اندو سويت تقدر تراجع زي البرنامج اللي اندو تراجع فهون هذا الشغل الرئيسي للانترنت بن في كمان شغله الانترنت بن اذا بعمل اصبعين على الشاشه بشكل قطري يلمسوا الشاشه بنفس الوقت تغلب شوي هاي مرة لا انا كنت مرتاح بالتلفزيون اذا بفتح ايدي بعمل زوم ان بعمل زوم اوت من هون فهاي يسموها المالتي تاتش انه انا بقدر اعطيه اكثر من احداثيه على البورد يكون لها اختصار معين فهاي المالتي تاتش زي ما انتم شايفين زوم ان زوم اوت بقدر في حال حطيت ايدي كامله على البورد هاي برضه اختصار ثاني اذا حطيت ايدي كامله بعمل سكرولينج لاحظوا السكرول كيف بيتحرك من هنا لفوق تحت يمين حرك الصفحه انا هلا بس حاط ايدي على البورد ايدي كامله والله بس في شغله ملاحظه يا جماعه ترى الصفحه مش بس اللي انتم شايفينه بالضبط الصفحه انتم شايفين جزء منها طب وين الصفحه كلها؟ طلعتوا بس الجزء هذاك اللي مبين من الصفحه هلا احنا الصفحه هي كبيره فاحنا الجزء اللي شايفينه الداخلي المربع الاسود طفل تمام هلا لاحظوا احنا شو شايفين هاي المربع الاسود هذا الجزء اللي شايفينه الصفحه ببدا انا احركه من هون لاحظوا الايدين هيك انزل لفوق وتحت يمين وشمال بالتالي انا حجم الصفحه كبير يعني كبير فبالتالي انا مش محدد في صفحه في حجم البورد قديش مثلا 77 انش انه بس هاي المساحه اللي بقدر اكتب فيها، لا بقدر اني اكتب بصفحه كامله، حتى لو خلصت لو وصلت لاخر شيء وكتبت في اوبشن هون بالبروبرتي اللي هو تحت اكسباند ذا بيج اوتوماتيكلي، اذا جنبه صح كل ما بخلص الصفحه لحالها بترجع تكبر اوتوماتيك، يعني كل ما بخلص لحالها اكسباند تكبر ما بنتقل على الصفحه الثانيه في الحركه هاي لا الصفحه الثانيه في لها يعني الكبسه اللي هون الرابعه على البورد 80 بيج الصفحه بتكبر وبتشمل كثير خطوات طبعا انت بتطبع الورقه على حدود حجمها بالضبط هلا مو الستاندرد على الحجم الطبيعي في حال كانت اكسباند بتصير تصغر على الزوم آه. على الدلال يعني ولا تطلع صفحه ثانيه بتضل نفس الصفحه على نفس الصفحه باخذها كصفحه واحده انت بتختاري من وين تقرا صفحه انت بتختاري انا ما بكتبش بس بكتبش بوسع من هو مش حاط في باله انه تطبعيها اصلا
يعني مو مش مجهزة عشان أنت تروح تعمل برينت أوت. لو تعمل برينت أوت خذ من PDF. ممكن ينشر يعني. بالضبط. نقدر نفس من نفس السوفتوير. فايل فيل فيل نفس البرنامج. يا يعني ما بتخذ من PDF تعمل برينت وتحمل. أو تعمل برينت من نفس السوفتوير. طب هلا لو أنا بدي الكلام جمعته كله بصفحة واحدة أول امتحان أربع صفحات طلع صفحة واحدة من الصفحة ماشي الحال. وبدي أطبعه يكون أربع صفحات. هو الحال بوسع لأربع صفحات إذا اخترت أنا عدد الصفحات. لا. بأخذهم كصفحة. بس تقدر تعملهم يعني ترجع على السوفت وير تعملهم كت وبيست على صفحة جديدة. لا فهمت. بس أنا قصدي إذا أنت اخترت يمكن إنه يفرق الكلام وينزل لتحت. لا. مش إديتر مش وورد إديتر. بس أنا بصير كيف نضيف صفحة فيزا بالجديد. كيف نضيف تكسير الرابعة كلها مصطفى جديد هاي صفحة جديد هاي صفحة جديد صفحة اللي بعدين لا كل واحدة صفحة وصفحة بيعمل إشكال إلى صفحة خمسة والثالثة انتو هسا يعني شوفوا العالم هو مش استخدام وانت قاعدين تتعامل معاك انه وورد هو مش وورد ما تتعامل هو كوورد إديتر هو مش وورد إديتر يعني استخدامه هدف الأساسي تاعه الغرض الأساسي تاعه مش انه انت تعمله عشان تطلع كتاب من وراء او طلع اشي برينتد وهذا الاصل ان انت بتستخدم ممكن تراتب اشي تعليم مباشر او اشي ريكورد لكن هو قاعد بعطيك اوبشن اضافي لو انت حبيت تاخذ هالمحاضره او اشي اللي سويته وتعمله على شكل ورق مضمون في عنده امر برنت منه وفي وما بتحول الورد اصلا ولا بتعامل مع الورد بستورد وورد بس ما بصدر انا بقترح انه انا حنسمع للاستاذ بهام بعد ما يجي الديمو الحين احنا نطبق في اوراق عمل معنا كل يعني شخص وشخصة زي ما انتم عارفين راح يطلع يطبق وراح يوقع راح يعني يوقف ونسأله احنا يصير يعني بعد ما انت بتاخذ وقت تطلع انت تعمل لحالك ربع ساعة اليوم بعدين راح نجلس احنا نصير تتلقى اوامر افتح لنا صفحة جديدة الغي صفحة اعمل ريكورد اعمل انتليجنت بيلد فانتوا اسمعوا بس خليه يخلص يعني ناخذ الفكره العامه الان احنا بعدين احنا بنصير التفصيل يعني التفاصيل تفضل تمام فهذا الجانب الثاني المهم اللي عندي هلا بخصوص النورمال بن اللي احنا بنستخدمه اول شيء برضه فيه الاختصار لان حكينا عن الاختصارات بكون بكتب انا في الجانب بكتب انا الملاحظات انا خربطت هون ببدأ فيها ما في داعي أرجع أختار أداة المحاية أو محاية وأبدأ بعمل أسبوعين هيك نفس إيدي أسبوعين بعدهم بعد شوي شو بصير عندي يعني علامة النصر وبرجع بظبط وبالتالي أسبوعين من اختصار حتى لو استخدمتهم على الديسكتوب إذا بعمل أسبوعين على الديسكتوب شو بعمل لي رايت كليك أسبوع واحد ليفت كليك إذا أسبوعين بعمل لي رايت كليك في عندي قلم ثالث موجود هون اللي هو بسموه البوينتر بن فبالتالي بصفي عندي ثلاث انواع للاقلام النورمال بن العادي والانتليجنت بن اللي شفتوه الذكي اللي بعد الاشكال الهندسيه والقلم الثالث البوينتر هو مش للكتابه مثلا في عندي جاليري هون من السايد بار جاليري فيها خلفيات وصور جاهزه اوكي وفلاشات راح نختار مثلا صوره من البيولوجي من الاحياء درسنا اليوم عن الاحياء مثلا جسم الانسان هاي كان عندي صور دايجرام كلها زي مع السوفت وير هاي كل الصور هاي طبعا معظم المواد اللي تلاحظوا فيه صور جاهزه مثلا اختار اي صوره مثلا صوره القلب راد دروب سحب وافلاق تطلع عندي طبعا زي ما شفتوا انا اي اوبجكت عندي بالسلكت بالسهم اللي هون بالتول السلكت بقدر احركه انا كامل على الشاشه بقدر من خلال النقاط اللي بيطلعوا اعتبره زوم ان وزوم اوت بقدر اعمل روتيشن على الشاشه التحكم على اي اوبجكت موجودين التحكم كامل هلا في حال انا كنت بدي هلا كبروا شوي بدي اشرح على الجزء هذا بس ما بدي اكتب انا كيف كتابه بدي اشرح على الاجزاء اللي بشرح عليها بختار مثلا البورتر هو قاعد بالاشكال الهندسيه لكن هو مخصص للتاشير مش للكتابه يعني ما بخزن الكتابه تبعته مثلا احنا بنحكي هون عن الوريد الموجود هون فهلا انا مركز الشاشه فالطلاب او الموجودين على البرزنتيشن او الى اخره بيكونوا مركزين انا وين الشاشه هلا صرت بدي اشرح عن الوريد في الجزء الثاني ومجرد ما احط القلم على الجزء اللي هون راح يمحي لحاله اوتوماتيك الكتاب اللي قبل يخلي التركيز على الجزء اللي انا عليه ممكن انه اعمل 30 من غير
هلا في ايش هلا بيجي السكرين بلوك سكرين اوكي فلاحظوا بدي ارجع اشرح هون برجع فخلي لي الجزء اللي انا بشرح عليه بخلي التركيز على الجزء اللي بشرح عليه حتى ما شد الانتباه وجزئي ما يصير فيه خراب ايش كثير على الرسومات او ايش اللي بشرح عليه هلا في حال حتى النقطة واحدة لاحظوا مثلا بتصير هون بطلع عليها سهم ثلاث اشياء فهو مش الكتاب شو ما اكتب شو ما اخربش على الرسمة مجرد ما اختار قلم ثاني او اي جزء ثاني بتروح الكتابة هلا جا سهم بقدر اخلي مثلا مسار الدم على سبيل المثال من نقطة لنقطة احيانا هلا بقدر اختار بالقلم العادي حتى ما تروح الكتابة وفي عندي نوع او اذا حتى على القلم الثاني بس انا عشان ما تروح بقدر مثلا اعمل زي هيك اختار نوع الخط منقط منقط مثلا اختار مجرى الدم صار هيك بس لو كده تحرك انيميشن لا كانيميشن بالدرجة يعني طب سير فكر بدالك استاذ معلش انا الحركات اللي كنت اعملها سواء زوم ان زوم اوت وديليت والاصبع هاي الشغلات اللي بليت من السوفت وير ولا هاي من الميزات تبعت الالكترونيك هارد لا هلا هي بتيجي مميزات للهاردوير والسوفت وير نفس الوقت لو حطينا السوفت وير على نوع ثاني مثلا لا ما بتشتغل اصلا البورد اللي حطيته السوفت وير اللي حطيته على بورد ثاني ما راح يشتغل ليش؟ هلا انا هذا البورد اللي بتعرفوا انتم متصل كيبل واحد اللي هو يو اس بي هلا انا راح اسحب كيبل يو اس بي اسحب على سبيل المثال مش البورد المتصل كان بس الكمبيوتر او على وسائل شو اعطاني فوق ستار بورد ذات مثل مش شغال البورد ولا شيء من التولز بيشتغل لما يكون من الهاند رايتنج كتابه ولا المالتي انبوت راح تشوفوها كمان شوي طبعا هاي لما تشتغلوا على الدرس هذا في البيت